أن تحمي نفسك من الطواغيت والمجرمين اسكت، التزم الصمت، لا تحارب هذا الخط الذي أخذ على عاتقه أن يتحمل مسؤولية إرجاع الكرامة والعزة للأمة. أصبح عندنا أشخاص شغلهم الشاغل ضرب المقاومة وإرجاع المؤمنين عن خط المقاومة ودفع الناس عن خط المقاومة، يظنون بذلك أن ذلك سيشفع إليهم عند الطغاة ويبعد الأذى عنهم. لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن الواقع يكذب أحلامهم ويكذب هذه الأفكار، وأن الطغاة لا يفرقون بيننا. الخليفة ينظرون إلينا كلنا كعملة واحدة، ولذلك السجن الآن يجمع بين الجميع، الذين هم مع المقاومة والذين هم ضد المقاومة كلهم في السجن، الذين يريدون إسقاط النظام والذين يريدون إصلاح النظام كلهم في السجن. الخليفة لا يفرقون بيننا، فلا نفرق نحن فيما بيننا. أنا أدعي أن الشهيد قاسم والشهيد حسين شرف والشهيد علي فيصل والشهيدين في المكشى والشهيد حسين الساري والشهيد علي الصباغ مقامهم أعلى من بقية الشهداء، لأنهم شهداء كانوا يواجهون الظلم ويقاومون الاستبداد وكانوا يصارعون الباطل، وكانوا بذلك مقامهم أعلى بحيث جمعوا بين الجهاد والشهادة.